بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إزيكم وحبابكم، حبابكم ألف، إن شاء الله كويسين. الليلة الفيديو بتاعنا مختلف خالص. هعمل لكم خلطة من البخور اللي بستخدمه دايما على طول في البيت. مكون من اللبان الذكر، وبضيف له بسيط من بودرة القرنفل اللي هو قرنفل عادي وبطحنه، وهنا بضيف له من البخور ده هو عود اسمه عود مميز اللي هو من دقة البخور، مكون من لبان، وفيه مضاف له بعض العطور الزيتية اللي هو بضيفه، بالإضافة أيضا دقة من البخور العادي بخورنا السوداني، وبضيف له أي نوع بتاع عطر زيتي متوفر عندك أي نوع، واللي هي دي خلطة من العطور بتاعت البخور، خلطة يعني من كم نوع من العطور، وبضيف له بسيط جدا من مسحوق المحلب، ده مسحوق المحلب، محلب مطحون بضيف جزء بسيط منه، وإن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. المبخر جميل ولذيذ، جاني من السودان وحلو بالنسبة للناس اللي ما بيطقش شوية كده في النقل وكده، بالنسبة للناس اللي ما بيعرفوا هناي المبخر ده، المبخر بتاع السودان اللي هو بيتعامل بمقاسات وأشكال من الفخار، شكله جميل وبيعملوا فيه نقوش حلوة يعني. بسم الله نبدأ. والحياة بجهز العلبة بتاعتي اللي هاخد عليها البخور، العلبة بتاعتي اللي هاخد عليها البخور. أول خطوة بعملها اللي هو بقوم بضيف نضيف اللبان، البخور ده بعد ما انا اجهزه واضيف له الكمية تحت العطور دي بحطه وبقفله كده في حتة كده زي ما بقولوا مظلمة او كده لمدة 3 4 يوم كده يعني، عشان يتشرب في الكمية بتاعت العطور اللي انا بكبها فيه، دي هو انا كبيت اللبان بتاعي، بقوم بضيف له القرنفل، مسحوق القرنفل، قرنفل بسيط ما تكتروا، ممكن حوالي ملعقة صغيرة من القرنفل، وبضيف له البخور ده اللي هو ده، بكسره وبضيفه، ده معمول عود عادي، معمول بالعود، دقة العود واللبان ايضا، كوب البخور ده بخور عادي ايضا، وبضيف له بسيط من بودرة المحلب، بسيط كمية بسيطة من بودرة المحلب، وممكن تزودي على حسب رغبتك. في النهاية الريحة اللي بنحصل عليها هي عبارة عن خلطة جميلة جدا، خلطة جميلة من العطور اللي في البخور. انا هفك البتاعة دي واجي اكب جزء منها هنا، يلا نكب من دي لغاية ما تسقي.
كمخلط عادي، ريحته جميلة، نكون منه كمية مناسبة حسب ما ترى عينك. مسألة العطور دي يا جماعة تقديرية، كل زول بيكب حسب مقداره اللي بيشوفه يعني. مسألة العطور، إضافة العطور تقديرية بس، أنا كده خلاص يعني محتاجة أضيف شوية، بضيف من دي لأنه أنا بحب الخلطة دي، فيها خلطة جميلة أهو. وبستنى عليه زي ما قلت لكم، بغطيه كل العطور بتتجانس مع بعض. بتديني خلطة بتاعت بخور عربي وبخور سوداني، خلطة يعني مبالغة من العود والبخور العادي. اللي هبتي الكمية اللي اتعملت بتتشرب، اللبان ده بيتشرب العطور دي، وبعد ذاك بياخد النكهة بتاعتها وبيكون شكله جميل جدا جدا ونكهته حلوة. اللي هو انا بغطيه و بخطه لغاية ما يتعبق، يتعبق او يتعتق. نبدأ نجرب. الان الريحة ما بتكون واضحة بس انا عايزة نجرب لكم منه كمية بسيطة. مبالغة يا جماعة، الريحة مبالغة. ريحة هادئة وجميلة، طلعت حلوة جدا بالعافية. زي ما قلنا البخور ده بنستخدمه في تحضير البيت، حلو جدا يعني تحضير البيت خصوصا من روائح الأكل وكده. لو عجبكم الفيديو اتمنى تدعموني في القناة، ولو مشتركين اتمنى لايك وكومنت، واذا ما مشتركين اشتركوا معي لمزيد من الدعم ومزيد من العطاء ان شاء الله. وفي امان الله ورعايته.